في خطوة استباقية ضمن محاربتها للإرهاب، الأجهزة الأمنية المغربية تتمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة طنجة مكونة من 5 متطرفين. خلية طنجة مكوناتها حسب بلاغ يعني المكتب الوطني للأبحاث القضائية فهي يعني فيها عناصر سبق لها وأن كانت في العراق وكذلك في سوريا ضمن تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبالتالي فإن هذه الضربة هي ضربة كذلك لكل من يسول له نفسه بتهديد المملكة المغربية يعني مستقبلا. تفيد المعطيات الأولية بتخطيط المشتبه فيهم وتحضيرهم لاستهداف أحد المواقع الحساسة في المغرب بتنسيق مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم داعش. تفكيك الخلية يشير حسب مراقبين إلى استمرار التهديدات الإرهابية في المغرب. تفكيك هذه الخلية الإرهابية من جديد يؤكد بأن الخطر الإرهابي لا زال متواصلا في المملكة، وأن المكتب القضائي للتحقيقات يقوم بعمل مهم بعد اختراق حدث في مراكش. واليوم كذلك نؤكد بأن الإرهاب في المغرب يستهدف بعض المناطق الأساسية كطنجة، حيث توجد هناك يعني مناطق حساسة تشكل هدفا استراتيجيا بحكم قربها من أوروبا. منذ سنة 2002 وإلى ما تم سنة 2018 تمكن المغرب من تفكيك 183 خلية إرهابية بفضل نهجه مقاربة أمنية فعالة جنبته وقوع 361 عملا تخريبيا. سياسة أمنية ناجعة تحظى باهتمام وإشادة المجتمع الدولي، يسعى المغرب اليوم إلى تعزيزها عبر تدشينه لسلسلة من الإصلاحات التشريعية والدينية بما يكفل ويضمن نبذ خطاب الكراهية والتطرف. فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.